طيب شو له عنا هالكلب ابن الكلب؟ شو له عنا؟ دمرنا، دمر دورنا، دمر اطفالنا. شو هيك هاي الحفره؟ هاي بدنا نحفرها، ما نطالع مي من هون. هاي حفره بجوره عربيه، بدنا نحفرها هون نسويها كبير. جب مي، جب مي جوفي هذا هون ابن الخنزير. برميلين ثلاث اربع ستن علينا هون. اطفال ارتعبت من الخوف، نهارت اعصابها. لا حول ولا قوه الا بالله. يروح يحارب الرجالان، الخنزير ابن الخنزير. يلعن اباط اللي خلفه، محل ما هو مقبور. شو له عند ربنا هون؟ شو له عنا بس؟ كنت هون وقت صار كنا هلا كان ما كنا نحن. لا حول ولا قوه الا بالله. لا صاروخ ولا اثنين ولا ثلاث ولا اربعه. كل نستن علينا ابن الكلب، شو له عند ربنا هون؟ شو له عنا هون؟ شو له عنا؟ كلياتنا شعب آسر، كلياتنا هون اطفال وحريم، ما في غيرنا، الشباب ما في عندنا. بس ممكن تفرجيني محل ما صار قصف؟ محل ما هون هتا شفته بعد اذنك. كيف الاحوال؟ الحمد لله على سلامتك يا خالي. الله يسلمك يا خالي. بس فرجينا شلون. هاي كنا جوره عربيه نحفرها الشكل نسويها للمي، صار يضربنا بالبراميل.